ضرب قاموا بضرب صواريخ كانت تهدد إسرائيل وقاموا بإطلاقها. حاليا هناك مسيرة جديدة لحزب الله تم تفجيرها من فوق شمال هضبة الجولان. الآن في ظل كلمة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفجير لمسيرة في شمال هضبة الجولان. يتحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التحضيرات الإسرائيلية للتعامل مع التهديدات ويطالب مرة أخرى بضرورة الاستجابة لتعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية لأنها تنقذ حياة الإسرائيليين. ويقول بأنه جاهز لإبلاغ الإسرائيليين بجميع التحديثات. يقول الآن بأنه يعني يتحدث عن تعليمات جديدة للتعليمات الداخلية من تل أبيب أو من جوش دان، تل أبيب الكبرى وحتى شمال إسرائيل. يتحدث عن بعض المناطق بأنه يسمح لهم بالخروج إلى العمل ولكن ضمن الحيطة والحذر. والآن يتحدث عن إعادة فتح مطار بن غوريون عند الساعة 6.